أصدقائي، كما كتشوفوا معنا واد طنجة، الوصول السيول في طنجة. نتمنى الإعجاب ديالكم والاشتراك في القناة باش توصلوا أي جديد على الفيضان خاص في المغرب. اللهم بارك. هذا الواد داز البارح في الليل وحاليا حنا وصلنا. اذا باقي امطار غزيره مستمره، واذا كانت العاصفه رعديه مشهده غادي يجي هذا الواد من جديد. وفي نفس الوقت هذا الواد داز البارح في الليل، اذا هاد السيول بعد ساعه ساعتين ثلاث سوايع كتنزل عاصفه رعديه كيجي الواد. اذا امطار غزيره وعاصفه رعديه داز تقريبا بعد 9 سوايع، دابا حاليا 9 سوايع. اذا العاصفه الرعديه كانت مع 9 ديال الليل، حاليا 9 ديال الصباح. اذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. وحاولنا باش نشاركوا معكم هاد الواد، اول واد في القناه ديالي ديال الفيضان، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. اذا السيول غادي تستمر معنا خاص اليوم وغدا ان شاء الله، والفيضان باقي مستمر تماما، والاجواء هنا طبيعه، اجواء جميله، اجواء ممتعه، والسيول كما كتشوفوا ديال طنجه. هذا هو واد طنجه، اللهم بارك. شوف عجبني، وفي نفس الوقت الطبيعه كما كتشوفوا، واد فيه الطبيعه فيه كل شيء. والقنطره من هذيك الاتجاه. اذا غادي نحاولوا نديروا المجهودات ديالنا ونصور لكم كاع الاوديه اللي قدرنا عليهم خاص في طنجه. اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناه ديالي. تحياتي، طنجه عروسه الشمال المغرب.